بالسياسة. أكثر من 7 شهور قضيناها في الاستماع لتبرير المبررين الفشل الحالي بفشل السابقين، وإذا كان 10 سنين مش كافية لتبرير الفشل نجم نتعداه 10 عقود. ولن يهدأ لي بال، ولن يهدأ للشعب بال إلا إذا تم تطهير البلاد. وما الإجراءات التي تم اتخاذها إلا لتطهير البلاد من هذه الأدران التي علقت بها منذ 10 عقود. والعقد سيداتي، كل عام وانتم حيين بخير. سادتي، العقد يعني 10 سنوات، وعشرات العقود يعني نحكيه على قرن إذا كان مش أكثر، اللي يعتبر سيت وأنه كانت فيهم الدولة. ولا يمر يوم واحد إلا ويزداد الوضع تفاقما، لا بد من وضع حد لانحلال الدولة. ولكن لا بأس، فما يقوم به رفقة الشعب والمجلس المؤقت الجديد للقضاء هو: نحن نخوض اليوم وفي هذه الأشهر نخوض معركة تحرير وطني، فلنخذها معنا. حل المجلس القديم وتعيين الجديد اللي فيه مستقلين ما خدموش خلال عشرات العقود اللي تعديت، ولا انا غلط مدام عبير؟ امينة عجبوني اللي هو ذوما مش عملوا استقلال القضاء، اللي هما عاشوا حياتهم كاملة تحت النظام البرجيبي. ما نعرفش انا النظام البرجيبي القضاء كان فيه مستقل والنظام النوفمبري، يا اخي متقاعدين حياتهم كاملة يخدموا مع النظام البرجيبي والنوفمبري، دونك كيفاش تعمل بهم استقلال القضاء؟ قابلتهم لازم في الشعبة نتاع المناء. قلت حل المجلس السابق وتعيين مجلس جديد هو تبرير إضافي للعجز والفشل عن تحويل التحذيرات. نعرفهم فردا فردا، وستأتي اللحظة التي سيدفعون فيها الثمن ما يفعلون. إلى أمر ملموس وملفات قضائية جدية. وديما يقول لك يطبق القانون على الجميع، الجميع متاعه ما عرفتوش شكون، والشعب متاعه ما عرفتوش شكون، حسيلوا اللي يحكي عليهم وكل ما نعرفهمش شكون هذوما، ونستناو فيكم التوا باش تورينا أوراقه في بيروش في وسطهم، ما عندكم البنية، إيش عنده مراسلات، إيش عنده ورقات، إيش عنده تخابرات، إيش عنده، ما عنده شيء، نضيف يللش، هو قالك حتى قايمته بتاعتون صبيحة طلعت نظيفة، ما عندها شيء. هكا الزغليمي قتلك والحمد لله طلعنا براءة. كنا صدقا نتمنى أنه لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية أن تصبح عليهم الوصف السليم والذي سيعلمه الجميع بعد انتهاء الأبحاث، ولعلكم ستفاجئون مفاجآت كبيرة في هذا المهمر. ولكن لم يفاجئني عدم التفاجؤ، فهم متميزون في صنع أبطال جدد من ورق وإعطائهم شرعية نضالية سجنية ما خذوهاش حتى في عهد بورقيبة وبن علي كما عملوا مع البحيري. اليوم الأستاذ نور الدين وغدوة الأستاذ كيلاني إن شاء الله. كل مستحتاج لكل أبنائها وبناتها، وهذه رموز للوطنية ورموز للصبر ورموز للفداء والعطاء. لم يفاجئني تفاجؤهم، لأنه كل ما قيل سابقا هو كان لتبرير 25، وما قيل لاحقا هو تبرير القصور والفشل وتحميل الخصوم مسؤولية كل شيء. يذوكم الخصوم جيوب الردة. أعلم أن جيوب الردة كثيرة تعمل على الشد إلى الوراء وتعمل على تجويع الشعب. نعم، جيوب الردة الخصوم فقد تم الفرز. الجميع هذه راهي كلمة راهي مهلمية تنجم، وحكاية هذه نتاع الجميع والجميع، خلينا نكون واضحين. 25 جويلية جاء كلحظة فاصلة بين تاريخين، تاريخ 10 سنوات من سيطرة الإخوان وشفنا نتائجه، وراو نحكوا في السياسة توا، راو مش موقف هذا ايديولوجي ولا نتاع حقد ولا كره كما يصوروا فيه. أجل صار فرز، بل استهداف أصلا لأنصار 25، وخاصة التضييق على أنصار 25 جويلية واللي صنعوا 25 جويلية. ولكن مرة أخرى، لا تعتقد أن سي هيكل سيحمل المسؤولية الرئيس مباشرة أبدا مطلقا؟ انهني جميع، لست لا يوجد أي تحجير للسفر، لا لي أنا لا أي، مش تحجير سفر، SDC الSDC هذه على كل نواب بالمجمدة أعمالهم. رئيس الجمهورية آخر مرة أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة يقول أنه ليس هناك أي حد من الحريات وحتى من حرية التنقل وغيره. لكن هاو السيد وزير الداخلية مصر على التحجيرات غير القانونية وغير الأخلاقية. الصورة بشكل أشمل وأبسط، أقبل المبررون يبررون الفشل بفشل السابقين والمؤامرات، وتولوا يبروا في الفشل بفشل بعض المحيطين بالرئيس. وأعتقد أنه فما كثير من الأعمال تقوم بها الأجهزة غير قانونية مثل التنصت. فما تنصت اليوم؟ هذا ما يروج ويقال، وأنا أعتقد أن هناك تنصت
ونتصور وزير الداخلية يزم يراجع اش يعمل ورد باله راه غدوة ينجم هو بيدو يتعرض للتتبع القضائي. أنا أحذره مغبة التمادي في التضييق على الناس، يعني ينسبون كل ما هو جيد وصالح للرئيس وكل ما هو مسيء لمساعديه وأعضاده. هذا الكل صار في 7 شهور من غير ما تعب روحك تاون برا في بلاستك، وصار ما أكثر منه في 10 سنين اللي تعدات. هذا الكل صار وجماعة غاطسة في التبرير وما خرجوش من المنطقة حتى قبل كان يعمل هذا الكل. هذا الكل صار ولا مش معه ولا على بالهم. احنا نقول لكم لا انا ما اقولوش انا اقول لكم هاي هيت هاي هيت ثم هاي هيت. بالسياسة